اليوم لتنظيم هذه المناسبة وهي غداء خيري. سيتم التبرع بدخل هذا الغداء لمؤسسة من مؤسسات المغربية لمكافحة سرطان الثدي. وأقمنا هذا الغداء الخيري في هذا اليوم بالتحديد من شهر أكتوبر، لأنه الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي. وإن شاء الله سنستمر بإقامة نشاطات توعية بضرورة التعريف عن خطورة هذا المرض والكشف المبكر وتشجيع السيدات على الكشف المبكر. وأخيرا نشكر جميع الداعمين من سيدات من كافة الفئات على دعمهم وتشجيعهم لنجاح هذا الغداء. نحن اليوم بإطار حملة أكتوبر، بشهر أكتوبر بإطار حملة التوعية ضد سرطان الثدي، قررنا نعمل فند ريزنج لانش يروح ريعه لجمعيات مغربية هون ومستشفى مغربية تعنى بالمريضات الكانسر. مرض الكانسر أصبح من الأمراض اللي عم بتفوت على كل بيت، إن كان عربي ولا أجنبي، بلدان كل بيوت العالمية. وحبينا نجمع فاندز لنقدر نساعد فيهم، حتى لو كانت مبادرة يمكن صغيرة بس بتساعد لترسم البسمة على كل أمراض السرطان. ونحن هيدا اليوم الحفل هو من البرامج اللي بنعملها بالسيك دبلوماتيك. نحن جمعية خيرية نسائية بتضم حرم السفراء هون المعتمدين بالمغرب. طبعا نحن نعتبر سفيرات الخير، زواجنا بيعملوا الأشياء يمكن السياسية ونحن بنعمل الأشياء الخيرية بالبلد. نحن هيدا الإيفنت عاملينه لأنه نحن أكيدين أنه كل عندكم حدا، يما أختكم يما أمكم يما صديقتكم، عندها هيدا المرض. ونحن كل واحدة عم توقف بجانب هيدا الشخص وعم بيساعده. بس نحن كان بهمنا كمجموعة كبيرة نقدر نتصرف أكتر بقوة أكتر، بقى مشان هيك نظمنا هيدا النهار. واليوم معنا عم نبدا كلنا سوا اليوم نقدر نساعد اكثر بقوه اكثر كل اللي عايزين مساعده بهالمرض. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.